الترجمه اللي بعد كده بتقول مؤمنين بالفداء محبوبين، مش خايفين بالايمان، مش مطروحين. مطروحين ومش يأسين، ده اول استصحاب. وبناها بناها الله محمودين مش شرير. وبنقول كل قرار بنقوله يا قدير، وحدك صاحب السلطان، وحدك صاحب السلطان. مفيش حد فيه ليه سلطان على حياتك الا رب يسوع، وحده صاحب السلطان. هو اب ليكي وليك وليا. والاب ما يعرفش يأذي ولاده، يقول كده ان كنتم وانتم الاشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده، كان بالحرق ابوكم الذي في السماء كيف لا يعطي الروح القدس لكل الذين يسالونه ايضا. ازاي انت شرير تعرف تخلي بالك من عيالك، وانا شرير اعرف اخلي بالي من عيالي. وابويا وابوك هو صاحب السلطان. المشكله ان احنا بنبقى مصدقين الكلام ده بعقولنا، لكن مش بنعرف نعيشه. وساعات نقوله للناس، لكن لما تيجي المشكله عندنا احنا ما نصدقوش. والامر ممكن يحصل مع فلان، لكن يحصل معايا انا صعب. كتير اصدق ان المعجزه تحصل للي جنبي، لكن تحصل لي انا لا. لكن ابوك انت شخصيا وابويا انا شخصيا هو صاحب سلطان. عشان كده في الكلمه الجايه دي بنقول احنا مش مطروحين. احنا حتى لو مطروحين مش ياسين. احنا بجناحك محميين من الشرير ومن كل قوات الظلم. اللي بيقول عنه الكتاب اشهرهم جهارا غافرا بهم في الصليب. مصدقين الكلام ده ولا مجرد معلومات؟ لو مصدقين ونعيش فوق الارض، فوق الافعال، فوق الاحزان، وفوق الاوجاع. يعني ابونا هو صاحب السلطان وحده. احنا مش مهاب الريح، احنا جزء من المسيح. احنا يقول كده عن الكتاب عظم من عظمه، لحم من لحمه. واحنا بناكل الله على المسرح في كل قداس. جزء مننا. مين يقدر علينا اذا كان هو فينا؟ يقول كده الكتاب الذي فينا اعظم من الذي في العالم. ايه اللي في العالم؟ الشرير ابليس رئيس هذا العالم، رئيس سلطان الهوى. لكن الذي فينا اعظم من الذي بتخرج الصبح وانت حاسس جواك ايه؟ جواك هزيمه ولا جواك نصره؟ استقبل سنه جديده ازاي؟ حاسس انك انت هتخشها منتصر ولا هتخشها مهزوم؟ استقبل كل صبح ازاي في حياتك؟ انك منتصر ولا ان هو يوم يعدي وخلاص؟ انك تشهد على ربنا في اليوم ده ولا يعني بس يعدي كده؟ الله دعانا ان نكون اعظم من منتصرين في شخص المسيح، مش بقوتنا ولا بشطارتنا. ما نقدرش نعمل حاجه. فمن فيكم اذا لم يستطيع ان يزيد على اقامته ذراعا واحدا، ان كنتم لا تقدرون على الاصغر فكيف بالحاجة تهتمون بالبواقي؟ تعالوا نقول يا رب احنا مصدقين ان احنا مش مطروحين، مصدقين ان احنا محمودين فيك، مصدقين ان اللي جاي يا رب فيك في نصره وفي غلبه، مصدقين ان اللي فيك يا رب واللي فينا اعظم من الذي في العالم. مكتوب عنه هو اسد خارج سبط يهوذا، خرج غالبا لكي يغلب. المسيح عمره ما يتفزع. احنا بنسكره دايما على حد عبد حجم ايمان بتاع الصورة غير محدود وعنده الكتاب غير محدود. الترنيمه الجايه دي اللي عارفها هي ترنيمه جديده شويه، فاللي عارفها يقولها، مش عارف يسمعها ويركز في الكلام بتاعها على السكرين، لان كلامها رائع. Thank you.
تكلم وحدك صاحب سلطان. حلوة الكلمة دي؟ عجبتكم؟ نقول تاني؟ قول له كده يا خديجة، واحد صاحب سلطان. في ترجمة تانية تقول مفيش وجود لإله إلا أنت، تقول مادة هنا. امسك في ربنا كده وقول له امسكك كلام ألحيك. يعقوب فضل يصارع مع الله حتى طلوع الفجر، قال لن أتركك ما لم تباركني. قول يا رب أنا مش هسيبك لما تباركني. وربنا لذيذ، هو عايز يبارك بس عايز يشوفك وتسأل تطلب. واحنا اولادنا كده بنفسنا ننهيهم، بس كمان بنحب قوي ان هم يتوبوا مننا، احنا بحققنا من غلطهم. من فضلك يا بابا عايز كده. وانا اجيب له حاجه قوي، اشكرك يا بابا على التوبه. فربنا عايزك تساله وعايزك تصدق في ان هو قدير. ظروفك في ايده، حياتك في ايده. يقول كده في العهد القديم، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعون اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا قديرا، رئيس السماء. اسمه عجيب مشير، إله قدير، أبا قديرا، رئيس السماء. عشان كده تكسو اسم يسوع كل ركبة، مما في السماء وما تحت الأرض وما من على الأرض ومن تحت الأرض، أكثر كل رب السماء على الأرض ومن تحت الأرض باسم يسوع. عشان كده تلاقي اسم يسوع يرعب مملكة الظلمة، تلاقي حد بيخرج الشياطين يقول له باسم مين؟ باسم يسوع المسيح المصري تخرج. عشان كده الآباء علمونا صلاة خلاص اسمها صلاة مين؟ صلاة يسوع. ليه؟ لأنه هذا الاسم هو اسم الإله القدير المشير، الأب الأبدي، رئيس السلام. مع الأسف إحنا مش بندرك قوة هذا الاسم، فما بنرددوش كتير. إبليس يرتعب من هذا الاسم. إبليس يرتعب من هذا الاسم. أنا كان لي حظ أنا كنت متواصل مع سيدنا لما دخلت حياته، أنا مسيوط سعيد، في قصيدة في حياتي. فكنت أحكي له وأكلمه في التليفون حتى لما سافر، وكان يرد أي مشكلة أقولها له طويلة قصيرة، ممكن أقعد أحكي من نص ساعة ربع ساعة ممكن أحكي خمس دقايق، وأقول كلمة واحدة بس في الصعيدة ولا في مصر ولا نقول يا يسوع بس. كان يقول لهم السلطان. لما يقول كده الأمور كانت بتتحل. إيه الفرق؟ يدرك قيمة هذا الاسم، يدرك يعني اسم يسوع. الشيطان يرتحل، الشياطين أيضا يؤمنون ويشعرون. عشان كده ميلاد يسوع يعلن هزيمة مملكة الظلم. عشان كده إبليس كان عايز يقتل في شخص بولس. أنا كم ترنيمة كده رنم فيهم هذا الاسم العظيم، كم ترنيمة لميلاد أربعة في نهاية الفترة بتاعتنا. بس اعرف كده نقرا المزمور كل مره واحده على بعض، وبعد كده نكمل. عندما رد رب سبي سلمان السلطه مثل الحالمين، حينئذ امتلئت اركاننا ضحكا والسناننا تلفنا. حينئذ قالوا بينكما ان الرب قد عظم العمل مع هؤلاء، عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. اردد يا رب سبينا مثل السواقي في الجنوب، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهال، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، هي أن يليق بالكرم حاملا خزانه. الوقت اللي جاي خلي عندك إيمان، وخلي عندك إيمان إن هيكون أحلى من اللي فات. ربنا مستني سنة جديدة بإيمان جديدة، كلها بركة، كلها نعمة، كلها فرح. طمني فيها. ممكن تقول له كده طمني يا رب، قولي له طمني على السنة الجاية.
Thank you.